حققنا الاهم الجمهور ديالنا، حققنا اهم نفوسنا احنا بالدرجه الاولى. كنا طامحين باش ناخذوا صداره الدوري ومن بعد المقابله المتاجله ديال فريق الرجاء البيضاوي. احنا الان متصدرين الدوري، غادي نحاولوا ان شاء الله نحافظوا عليه. رغم ما تكون عندنا بعض الغيابات، غادي نعانيوا شويه من غيابات مجموعه من اللاعبين. فالهم الوحيد ديالنا دابا هو الكاس الافريقيه.